في جريدة أخبار اليوم الحكومية عملت عدد خاص ضخم في 76 صفحة، طبعا على حساب الشعب، دي مؤسسات قومية اللي هو الشعب اللي مش لاقي يعني، واللي لسه من كام يوم بيفصلوا معاه في رغيف العيش. عدد في أخبار اليوم 76 صفحة بالألوان، بالألوان، وادفع يا شعب. ايه بقى اللي جه في العدد بقى الخطير ده؟ ما احنا نشوف بقى ايه اللي بيحصل. يعني العدد كله ملوش علاقة بالشعب، تم تخصيصه بالكامل الى الجمهورية الجديدة وفي مديح الجمهورية الجديدة وسنين الجمهورية الجديدة وحلاوة الجمهورية الجديدة. بص الخبر ده في 76 صفحة، خالد ميري يتحدث عن عدد الجريدة الخاص حول الجمهورية الجديدة. 76 صفحة، تخيل. تعالى كده خد جولة في العدد وشوف ازاي اتكلم على المهنية بقى. تعالى كده ألقي نظرة على العدد، شوفوا بقينا ايه، شوف كنا فين يا قلبي وبقينا فين. مشروعات بمقاييس عالمية أعادت لمصر هيبتها داخليا وخارجيا. قلب كده كده، أنا بقلب معاك العدد. يعني الوعد قد الدنيا يا مصر، حلم رئيس وإرادة شعب، مصر تعيش طفرة حقيقية. ده كلام محمد فايق اللي هو مين؟ رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. مصر تولد من جديد. خلي بالك الصفحات دي بالألوان، بالألوان، عارف أما تطبع جرنان 76 صفحة بالألوان، شوف تكلفته كم بقى. في جمهورية جديدة تليق بالمصريين، كل التقدير والعرفان، جامعة مدينة السادات، فرح والكل بيجامل، تطوير الريف، ده لسه العدد برضو، ده لسه العدد، تطوير الريف مشروع القرن، العاصمة حلم يتحقق، الجمهورية الجديدة، عودة الروح، بس مش بتاعت توفيق الحكيم، بتاعت خالد ميري، أيقونة الجمهورية الجديدة، حياة كريمة، قبلة حياة رئاسية لعملاق الشرقية. بص يعني قلب كده، شوف انت وانت بتقلب صفحة كام دي؟ 23 في جورنان بيصدر جريدة قومية وما بيتباعش منها حاجة يعني بالمناسبة، يعني الأخبار اليوم والأخبار والأهرام والجمهورية، الجرايد دي ما بتباعش خلاص. تيجي انت على الصحافة الورقية اللي كل الناس عمالة بتتخفف منها في كل حتة في العالم وبتقلل إصداراتها، تروح تطبع عدد 76 صفحة من لحم الحي وبالألوان عشان الجمهورية الجديدة. كمان العدد جمع تشكيلة غريبة جدا من الوزراء اللي المفروض الصحافة بتحاسبهم، يعني الصحافة في كل حتة، ودي لمعلوماتك عزيزي المشاهد، بتحاسب الوزراء، مش بتعمل لهم أفراح بالنيون. دي بدل ما تحاسبهم، بدل ما تجيبهم كده، جابتهم بتقدم وصلة نفاق على حساب المواطن اللي مطلعين عينيه، اللي خصمين منه فلوس عشان دعم رغيف العيش. بص كده، الحكومة تكتب للأخبار عن آمال وطموحات الشعب. الحكومة هي اللي بتكتب؟ الحكومة تكتب ليه؟ الحكومة تكتب خطة والشعب يحاسبها، تطلعاتهم للجمهورية الجديدة. وطبعا شوف بقى الألوان اتصرف عليها ايه، والتصميمات ايه، والإخراج الصحفي ايه، والديسك عمل ايه، والصور، ومصر دولة، ده البابا توادرس، مصر دولة مواطنة حقيقية لخالد ميري، حوار مع بابا الإسكندرية والإمام الأكبر، تطور مؤسسي غير مسبوق، والإرهاب بقى والتحول في أداء الأزهر، وحوار طويل عريض علشان الجمهورية الجديدة. أسامة الأزهري طبعا طلع خطاب الديني قادر على مواجهة متطلبات الجمهورية الجديدة، مصر تمتلك الخبرة العميقة والمتراكمة في صناعة العلماء الأكفاء. ده جانب مما يجري على أرض مصر. اللطيف بقى أكتر هو اللي أنت أشرت ليه يا سيد، هو فكرة أن العدد، هذا العدد التاريخي الجميل جدا، كان عامل زي الفرح والكل داخل ينقط، فتحطت بقى إعلانات نفاق للجمهورية الجديدة لمحلات بقى مشاوي وعيادات تجميل وعقارات وجامعات خاصة وغيرها وغيرها، دخلت تطبل عشان وإعلان طبعا، بس فيه طبعا ميكس التطبيل الجميل. خلينا كده نشوف الإعلانات بنكهة تطبيلية. آدي هو إعلان عن مركز القاهرة للأشعة والتحاليل. تحية وتقدير للشعب المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بدء عهد الجمهورية الجديدة. ده إعلان بس ليه نكهة مميزة. نروح بقى الإعلان اللي بعده ولا هو ده؟ مصر تولد من جديد، جمهورية جديدة تليق بالمصريين، جامعة مدينة السادات. فين
الجمهورية الجديدة خالص التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة إطلاق الجمهورية الجديدة. ده إعلان إيه ده؟ إعلان إيه ده؟ مش ظاهر لي الإعلان. طيب شركة من الشركات دي برضو، الشركات اهي كلها، كل شركة في كم شركة كاتبة تهنئة ومباركات ابن سينا فارما بمناسبة الجمهورية الجديدة، عهد جديد مبروك لشعب مصر وشكرا لفخامة الرئيس على الإنجازات الكبيرة، حلم شعب ورؤية قائد الجمهورية الجديدة. الصفوة هوسبيتال ده مستشفى الصفوة، ما شاء الله. خلص التهاني للشعب المصري شركة جولدن باك لتصنيع الكرتون. حور كلينيك بتشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتبارك لشعب مصر الجمهورية الجديدة والعهد الجديد. واللي بقى عايز يعمل إزالة شعر بالليزر، عندنا كانديلا وعندنا كل الأجهزة، وفي بوتوكس وفيلر وكل حاجة، وبرضه بنشكر الرئيس. أخبار اليوم. مش الوسيط يعني. لا أخبار اليوم. مش جريدة إعلانية يعني. معرفش والله، بقى تسألهم بقى لك كمية الإعلانات دي. والله العظيم مصطفى أمين وعلي أمين يعني لو شاف كده كان جاله أزمة قلبية وربنا. أخبار اليوم تحول لجريدة إعلانية. الفكرة بقى إن بعد كل وصلة النفاق دي، الباشا الصحفي خالد ميري المسؤول عن هذا العدد وهو طبعا رئيس تحرير أخبار اليوم، حب يدي شوية مصداقية للصحافة الورقية اللي بيمثلها، فاستشهد بواشنطن بوست واللي بتعتبر من أقوى الصحف الأمريكية انتقادا للنظام في مصر. لو حضرتك مش عارف، خلينا كده نشوف الفيديو ده لرئيس تحرير أخبار اليوم هو بيتكلم عن الواشنطن بوست. الصحافة الورقية ما زالت موجودة وما زالت هي الأعلى، وفي كل الدراسات الحديثة أنه حتى الصحافة الإلكترونية مصداقيتها مقارنة بالصحافة المطبوعة، الصحافة المطبوعة ما زالت صاحبة المصداقية الأعلى. لو احنا اتكلمنا حتى، لأنه المسألة كمان مش مرتبطة بالتوزيع، الواشنطن بوست ما بتوزعش أكثر من 200 ألف نسخة، لكن حضرتك عارف أن خبر واحد فيها على العمود طبعا ممكن يهز العالم كله. فاحنا بنتكلم عن مصداقية الحقيقة للصحافة الورقية ما زالت موجودة. المشكله ان الناس دي بتجيب الكلام لنفسها، يعني هو دلوقتي قاعد كده بكل عفويه وقال لك لا الصحافه الورقيه ما زالت موجوده وليها وجود وصاحبه المصداقيه الاقوى من الصحافه الالكترونيه. طب تعالوا كده بقى نروح للواشنطن بوست اللي هو اتكلم عنها وقال عمود واحد فيها بيهز العالم كله. قالت ايه الواشنطن بوست؟ قالت لم يعد بامكان بايدن تجاهل انتهاكات مصر لحقوق الانسان، ودي من إحدى التقارير والمقالات العديدة في هذه الصحيفة بالتحديد انتقادا للنظام المصري في مجال حقوق الإنسان. صدقني مش قادر أتكلم والله. والله العظيم ما قادر أتكلم. ليه بس يا أستاذ سيد؟ جمهورية جديدة وعهد وبيباركولنا. تقوم تقارن نفسك بالواشنطن بوست. بيباركولنا بقول ألف مبروك. والمذيع اللي قاعد ما يجيش كده يعني، عمرو أديب ده ما عندوش دم. يتكلم كده يقول له انت بتقارن نفسك بالواشنطن بوست؟ ايه ده؟ انا والله العظيم ما عايز اتنرفز، بس هو اصلا الحته لما بتيجي في الحته بتاعت الصحافه والاعلام دي تيجي على الوجيعه. يعني خالد ميري بيقارن اخبار اليوم اللي هي طالعه في العدد ابو الوان ده اللي هو اقرب ما يكون لجريده اعلانات بالواشنطن بوست. انت عارف الواشنطن بوست دي يا استاذ خالد عملت ايه؟ الواشنطن بوست دي وقفت حرب. انت عملت ايه بقى؟ واشنطن بوست دي كانت السبب في ايقاف حرب فيتنام بنشرها، جالهم تسريبات ان في انتهاكات بتحصل وحاجات وان امريكا مكمله في الحرب دي عشان اسباب سياسيه، وجرت معركه. اتفرج على فيلم، في فيلم والله مشهور جدا، توم هانكس وميرل ستريب، اسمه ذا بوست، بيوثقوا فيه فيلم درامي فظيع ازاي الواشنطن بوست عملوا ادوار صحفيين في الجريده، ازاي الصحفيين بتوع امريكا بتوع الواشنطن بوست دول تسببوا في ان الحرب وقفت، لان هم قرروا ان هم يخالفوا السياسه والحكومه ويقفوا ضد الدنيا كلها وينشروا من حق الراي العام الامريكي انه يعرف ما يجري على ارض فيتنام. ادي الصحافه، ما هي في صحافه ورقيه. ما هي الصحافه احنا علمونا في كليه اعلام ان الادوات ما بتنتهيش، يعني لما بيظهر وسيله ما بتقضيش على وسيله اخرى. يعني الراديو لما طلع ما قضاش على الجريده،
والتلفزيون لما طلع ما قرضش على الراديو، والصحافه الاونلاين لما طلعت ما قضتش على الصحافه الورقيه، بس الصحافه اللي بجد مش صحافه ام احمد اللي انت عاملها عندك في اخبار اليوم. جامعه مين بتهني وجامعه مين بتبارك ومستشفى ايه بتقول؟ ايه ده؟ ايه ده؟